النهارده احب اتكلم على شهادات الكربون او شهادات قفض الانبعاثات الكربونيه. كذا حد بيسال على يعني ايه شهادات قفض الانبعاثات الكربونيه وايه علاقتها بالبورصه المصريه كسوق لتداول الاوراق الماليه. البورصه المصريه زي ما الناس كلها عارفه لانها سوق لتداول الاوراق والادوات الماليه. باعتبار شهادة الكربون أداة مالية فبيتم تداولها في البورصة. لكن الأول يعني إيه شهادة كربون؟ جاي إن شركة كانت بتعمل انبعاثات كربونية لمستوى معين، فرضاً 1,000,000 طن من الانبعاثات الكربونية، عايزين نخفض الانبعاثات دي، فالشركات بتتنافس إنها تخفض انبعاثاتها الكربونية عشان يبقى عندها قدرة على تصدير وقدرة على بيع منتجاتها بطريقة أفضل. خفضت الانبعاثات، نعتقد مثلاً زي شركة بتنتج أسمدة أو أسمنت، فهي عندها مداخن، المداخن دي بتطلع أطنان من الانبعاثات الكربونية يوميا نتيجة عملية التصنيع والأفران اللي شغال. الشركة ركبت فلاتر على المداخن بتاعت المصانع، الفلاتر دي خفضت فرضا 1,000,000 طن من الانبعاثات اللي كانت بتخرج أو من الغازات اللي بتخرج من المدخنة، الفلاتر خفضتهم لمستوى معين. لو خفضت الفلاتر دي خفضت لمستوى الحد الأقصى المسموح به، نقول مثلا إن شركة من شركات الأسمنت مسموح لها إنها لغاية 500,000 طن، فالشركة دي خفضت انبعاثاتها وأصبحت قادرة على اختراق الأسواق والبيع والتصدير لكل الدول اللي هي بتشترط شروط بيئية معينة في المنتج اللي بتصدر ليه. طيب لو الشركة خفضت انبعاثاتها أقل من الحد الأقصى المسموح به، لو قلنا إن الشركة تاني الحد الأقصى بتاعها 500,000 طن، الشركة نزلت تحت الرقم ده في الانبعاثات الكربونية اللي بتخرج من مصانعها، يبقى الشركة خفضت انبعاثاتها الكربونية عن الحد الأقصى المسموح به. وهنا تستطيع بالفارق ده ما بين الانبعاثات اللي تم تخفيضها الحد الأقصى لغاية الحد الأقصى إنها تطلع شهادات خفض انبعاثات كربونية وتستطيع بيعها. طيب هتبيعها فين؟ لازم يبقى في سوق مخصوص لبيعها، عشان كده تم اعتبار الشهادات ديت أدوات مالية عشان يمكن التعامل عليها بيعا وشراء من خلال البورصة المصرية أو أي سوق لتداول الأوراق والأدوات المالية. هنا مين هيستفيد إيه؟ الطرفين الحقيقة بيستفيدوا، الطرف البائع بيستفيد إن هو استطاع تعويض جزء من إنفاقه اللي هو أنفقه عشان يخفض بيه انبعاثاته الكربونية، باع الشهادة ليها تسعير في السوق، فخد الفلوس ديت زود بيها إمكانياته في مجال الاستدامة والمحافظة على البيئة، ممكن يعمل فلاتر تانية فيخفض مرة تانية، أو يستفيد بالفلوس ديت في طاقاته الإنتاجية، التوسع بتاعه وفي نشاطه. طيب المشتري استفاد إيه؟ المشتري اللي مش قادر، الشركة اللي مش قادرة تعمل خفض فعلي في الانبعاثات الكربونية بتاعتها، لو هي اشترت شهادات من شركة خفضت الانبعاثات بمقدار يسمح ليها بإصدار الشهادة، فالطرف المشتري هنا اشترى الشهادة ودفع فيها، فكده بنعتبره ان هو ساهم ايضا في خفض الانبعاثات الكربونية بطريق غير مباشر. هو ما خفضش بطريق مباشر، ما ركبش فلاتر في مصنعه، ولكن هو اشترى شهادات من شركة اخرى او من جهة اخرى خفضت لأقل من الحد المسموح به، فده استطيع البيع، ده استطاع الشراء، فاعتبرته هو كمان خفض الانبعاثات او ساهم بطريق غير مباشر في خفض الانبعاثات الكربونية على مستوى الدولة كلها وعلى مستوى الإقليم وعلى مستوى دول العالم كله. يبقى كده تم تخفيض الانبعاثات الكربونية، يبقى الطرفين استفادوا، اللي خفض فعلي أصدر شهادات وباعها، واللي ما قدرش يخفض فعلي اشترى الشهادات فأعتبر ساهم في خفض الانبعاثات الكربونية. هنا بينشأ دور البورصة كوسيط ما بين البائع والمشتري من خلال منصة تداول البورصة المصرية عملتها لتسهيل عملية إدراج الشهادات ومن ثم تداولها. هنا أصبحت أصل مالي، بقت أداة مالية بتعبر عن الأصل المالي، وهنا بقى قابل للتداول في البورصة. البورصة عملت منصة للتداول بتتيح آلية للتسعير وآلية للسيولة، يستطيع البائع والمشتري الالتقاء على المنصة، يستطيع مصدر الشهادات من خلال الويب سايت اللي البورصة جهزته إن هو يعرض المشروع بتاعه ويعرض إمكانياته، وبالتالي يستطيع راغبي الشراء الاطلاع من خلال الويب سايت على المشروعات المتاحة، ويقدروا يسجلوا على نظام التداول طلبات الشراء بتاعتهم. ده بيتيح آلية للتسعير عادلة فيها شفافية وإفصاح زيها زي أي أداة مالية مقيدة في البورصة.